النهارده يعني مبسوطين بتواجدنا باكتمال الفريق الاستشاريين في شركة دبي، بوجود واحدة من أكبر شركات التشغيل هي شركة كاد، واللي بوجودها اكتمل زي ما بيقولوا كده فريق الاستشاريين الخاص بمشروعات شركة دبي، اللي هيبدأ يفكر في كل النواحي سواء التسويقية والمالية والهندسية والنواحي الخاصة بكل ما هو تفصيلة كبيرة وصغيرة بالمشروعات بتاعة الشركة. والحقيقة علاقة شركة إتقان كاستشاري مالي وتسويقي وتجاري بشركة دبي هي علاقة يعني مختلفة شكلا وموضوعا، لأن الحمد لله على مدار السنة اللي فاتت الحمد لله بالتعاون مع كل إدارات شركة دبي الحمد لله قدرنا الشركة تبقى في مكانة جيدة جدا في الماركت بمشروعاتها المختلفة. النهاردة كان زي ما قلنا حدث لاكتمال مجموعة الاستشاريين الخاصة بالشركة، واللي ده هي هي هيعمل أو هينقل الشركة دبي في مرحلة مختلفة جدا في 2023 إن شاء الله، سواء لمشروعها الكابيتال دبي أو لمشروعها أوبسيدير تاور. مؤخرا كان الشغل لكل فريق العمل في شركة دبي ولكل الاستشاريين على إطلاق المرحلة الأهم في مشروع أوبسيدير تاور، وهي مرحلة التجاري الوحدات التجارية، واللي هي تم إطلاقها للسوق تحت عنوان أوبسيدير آي. والحقيقة أن المرحلة التجارية أو الوحدات التجارية اللي تم إطلاقها هي تعتبر مميزة جدا جدا جدا، سواء من الناحية المالية والتسعير وأنظمة السداد، أو من الناحية التسويقية، أو من الناحية الهندسية، أو من الناحية اللي تم إضافتها مؤخرا بوجود الشريك التكنولوجي لشركة اتصالات، اللي هيكون ليه دور كبير جدا، خصوصا الوحدات التجارية اللي تم إطلاقها أوبسيدير آي مكتملة الأركان سواء من الناحية الهندسية ومن الناحية التكنولوجية بوجود شركة اتصالات، ومن الناحية الهندسية بوجود استشاري هندسي مكتب مهندس محمد طلعت، ومن الناحية المالية والتسعيرية بوجود شركة إتقان اللي حطت الدراسة المالية والأنظمة السداد اللي تناسب شريحة جيدة جدا من العملاء وتعظم العادة على الاستثمار في المشاريع، ووجود شركة إلكتروميكانيكال من أكبر الشركات وهي شركة السويدي، ووجود شركة إنشاءات كبيرة جدا زي شركة ديتاك متخصصة في بناء الأبراج، مع مطور كبير ومحترم اللي هو شركة دبي، أصبح منتج يقدر ينافس في السوق العقاري بشكل مميز جدا ويعظم العائد الاستثماري لأي مستثمر بيفكر في الاستثمار في العاصمة الإدارية. وبإذن الله الفترة الجاية هيكون في يعني مفاجأة لبروجكت جديد ومختلف من نوعه لشركة دبي، بروجكت فعلا هيفرق للسوق العقاري المصري، واحنا شايفين ده في إدارة شركة دبي وفي كل الإدارات الخاصة بالشركة، ان الحمد لله حالة النجاح اللي تمت بشكل كبير وحقيقي وملحوظ الفترة اللي فاتت كان ناتج لعمل كل الإدارات دي مع بعض بشكل جيد جدا. فخورين كإتقان بوجودنا مع شركة دبي في الوقت الحالي وفي المستقبل لإخراج واحد من أكبر المشاريع ومن أفضل المشاريع اللي ممكن تبقى إضافة كبيرة للسوق العقاري، وإن شاء الله انتظروا خروج منتج عقاري مختلف الفترة القادمة بإذن الله.